السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو، هذه الوصفه ديالنا ديال اليوم غتكون هي الحريشات ديال السميده. كيجيو زوينين في الشكل وفي المذاق، محشوين بالفرماج، كيجيو على هاد الشكل هذا، بدون بيض وبدون زبده وبدون حليب، وبطريقه التحضير سهله. قدروا نوجدوهم في اخر لحظه، كيجيو في المقلاه بدون فرن. بقاو معايا حتى الاخير باش تعرفوا على مقادير وطريقه تحضير هذه الوصفه. بالنسبه للمقادير ديال هذه الوصفه، عندي هنايا نص كيلو ديال السميده، ديال السميده الرقيقه ديال الحرشه، وهنا عندي كاس لارو ديال الزيت، عندي هنا الماء دافي باش غادي نجمع هذا الخليط، عندي هنا الفرماج ديال الساندويش، ونقدروا نديروا هذا اللي متلت، ونقدروا نديروا حتى الجبن الاحمر او الموتزاريلا. جوج معالق كبار عامرين ديال السنيده، ملعقه صغيره ديال الخميره الفوريه او خميره الخبز، ملعقه صغيره ديال الملحه، وملعقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى. غندوزوا للطريقه ديال التحضير ديال هذه الوصفه. اول مرحله غنبداو بها، غناخذوا هذا الزيت وغادي نكبوه على السميده وغادي نبسوها جيدا حتى تلبس لينا هاد الزيت بالسميده. وغادي ناخذو منها باش نقرصو بها ملي نبغو نطيبو هاد الشكل هذا. غنحيدو منها واحد شويه بلا ما نديرو ليها لا ملح لا سنيده. ودابا غنبداو نضيفو في المكونات. غادي نضيفو هنايا الملحه، نضيفو هنا خميرة ديال الحلوى والخميرة ديال الخبز، نضيف هنا السنيدة، نخلط هاد المكونات جيدا. وغادي نبدا نضيف في هاد الماء تدريجيا. نحاولوا ما نعجنوهاش، غادي غير نجمعوها. انا كنجمعها غير بالاصابع، ما كندلكها ما والو. غنزيد شويه الماء حيت هي غتشرب لينا هاد الماء. هذا هو القوام ديالها كيفاش خاصها تكون. ما خصهاش تجينا ناشفه بزاف باش ما تفرتتش، ما خصهاش تجينا سايحه بزاف. هذا هو القوام ديالها. غنخليوها ترتاح واحد 5 دقائق على ما تشرب هاد الماء ديالها، وغادي ندوزو باش نطيبوها ان شاء الله. من بعد ما ارتاحت غادي ناخذوا هاد السميده اللي خليناها هنا. وبالنسبه للتشكيل غنحتاجوا اما هاد المول اللي معروف انه ديال الحرشه، ولا غنحتاجوا هاد الاناء بحال هكا اللي غادي نقدروا نشكلوا به باش يعاوننا في التشكيل ديال هاد الحريشات. اول حاجه غناخذوا القياس اللي بغينا ديال السميده او ديال الخليط، ها هو كيف ما كتشوفوا. غندير وسط منه هاد الفرماج بحال هكا، وغادي نسدو عليه بهاد الطريقه هادي. غنسدو عليه بحال هكا، وغادي نديرو في هاد الخليط ديال السميده. وغادي نديرو هاد الاناء، غادي نديرو ليه السلوفان كيف ما كتشوفوا. غنحطوا الخليط بحال هكا باش يشد لينا هاد الفورما اولا الشكل ديال هاد الاناء. هادي راه غير القنينه ديال الزجاج، هذا هو الغطاء ديالها بلا ما مطابع بلا تعقيدات. نقدروا نوجدوا هاد الحريشات
بالنسبه للمقليات غناخذ شويه ديال الزيت، غناخذوا الزيت وغندهنوا المقليات كيف ما كتشوفوا. وغادي ناخذ هذه وغادي نقلبها بحال هكا. نعاود معاكم الشكل الثاني، ناخذوا السميده غنزيدوها قطع ديال الجبن، غنديروا بحال هكا، نخليو نضغطوا عليها باش تشد القياس ديال هذا الاناء، نضغط عليها بهذه وغادي نقلبها بهذا الشكل هذا. غنديروها بالسميده وغادي نحطوا هذا الاطار بحال هكا ونحاولوا نقادوها. انا غنستمر بنفس العمليه حتى نكمل هاد الحريشات كاملين. غنقلبوهم بحال هكا من الجوانب، كيتقلبوا بسهوله. انا غنبقى مستمره بنفس العمليه باش نكمل هذه الكميه اللي عندي. كنخليهم يتحمروا من الجوانب بجوج، والفرماج راه غادي يكون يذوب الوسط. غنبقى مستمره بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي ديال الخليط. هذا هو الشكل النهائي من بعد ما حمرتهم الجوانب بجوج، كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو زوينين وساهلين. هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا جيم للفيديو وتشتركوا في القناه، تفعلوا الزر ديال الجرس باش توصلوا بكل جديد، بارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. وهذه هي نهايه الوصفه، الى وصفه قادمه ان شاء الله.